الوضع الاقتصادي ديال المهنيين مدهور. شنقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الناس الله يرحم هاد الناس، الله يرحمهم، نطلبوا الله تعالى يجيب الشتاء مع هاد الناس. لا اله الا الله. وتا هاد الدعم اللي كيقول لك راه كيعطيهم، هاد الدعم لا يسمن ولا يغني من جوع. هاد الدعم كيشدوه الناس موالين شكوره، مال المهني. المهني ما كيتفصل بوالو، ما كيعطوه والو. اللي عنده 10 تاكسيات راه كيشد 2 ملايين في الشهر. المهنيين اللي هما مهنيين وكيسرقوا صبابتهم وكيضربوا التماره راه ما كيشد ليهم والو. هاد 17 درهم، 17 درهم. اللهم وين هذا منخر. على البارح زادوا 50 فرنك. هاد الناس راه ما كيخموا، الا نقصوا زادوا يزيدوا 30 ريال. هاد الناس راه ما، هاد الحكومه ما كترحمش هاد الشعب، ما رحماتوش. ولكن الشعب حتى هو ما غاديش يرحمها ان شاء الله. راه حنا كاين فين غادي نتحاسبوا؟ امام الله عند ربكم تختصمون. راه حنا ما غادي نسمحوا لهاد الناس. هاد الناس تعدوا على هاد الشعب وحقروه، حقروه حتى لواحد الدرجه ما تصور. ونطلبوا الله سيدنا يتشافى ويدير لنا حد مع هاد الناس. هاد الناس راه طغوا على هاد الشعب، طغوا عليه بزاف، طغوا عليه بزاف. السائق المهني اليوم يلاه تشد ليه 20 درهم ولا ما تشدش كاع، وخدام 24 ساعة وكيريح 24 ساعة، كيخدم 15 يوم في الشهر. وإلا لقاها، إلا لقى يخدم، ماشي إلا لقى يخدم. وصحاب الشكارة حنا الله يحسن العوال، الله يعاونهم، حنا ما قلعنا لهم. ولكن هاد الناس صحاب الشكارة يفرقوا مع 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 سائقين، يعطوهم حتى هما. كاين الناس اللي فيكس، غير هو كاين واحد المشكل، وهو كاين اللي كيخدم اليوم وكيخدم في طاكسي أخرى. هنا في كاين الخلل هنا، هما الناس اللي خدامين فيكس راه خصهم يفرقوا معاهم. ولا يشوفوا واش يديروا مع السائق المهني، راه مدمر حالته، لا حول ولا قوة الا بالله. هاد الناس راه ما كيخموا شيء. وهاد وزير الداخلية الله تعالى كيقول لك وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. وهاد وزير الداخلية قال لك لا، خصك تكون عندك واحد طاكسي. اش هاد التخربيق، اش هاد العبات، اش هاد الشيء، شنو هذا؟ واحد طاكسي قال لك خصها تكون عندك. هذا لاباس عليه، قال لك ما تستثمرش في هذا القطاع، سير استثمر في الكيران، شري 10 الكيران ولا 100 كار طاكسي، خصها تكون عندك واحد طاكسي. راه ماشي معقول. وقال لك يكون عندك واحد سيركولي، الا ما عندك ديالين زكان ما تشري الطاكسي ديالين زكان. راه واحد العبات فاش عايشين. هاد الناس راه حقرونا زعما، الصراحه هي هادي. راه حنا المهنيين ما غادي نسكتوا على هاد الشيء، وما غادي نتفاوضوا على حقنا، ما نتفاوضوا عليه ابدا. حنا غادي نناضلوا من اجل الحقوق، ما غاديش نسكتوا على هاد الشيء. راه ماشي معقول. وزير الداخليه خصو يراجع على هاد القرار 750، هاد المذكره 750 عينا من المذكرات من عهد البصري، وحنا في المذكرات حتى لدابا راه ما كاين. هاد المذكرات جابوا لنا الويلات اللي جابوا لنا. بالنسبه للتسعيره، التسعيره حنا ما غادي نسكتوا على التسعيره. حنا كتبنا لهم، كتبنا للعماله وكتبنا للولايات، حنا ما غادي نسكتوا على التسعيره، غادي نزيدوا. ما يمكنش يسد علي انا ويزيد علي هو في المازوت ونبقى قاعد انا نتفرج فيه. لا يعقل، لا يعقل باش غادي نسكتوا شيء. حنا غادي نزيدوا. اللي بغى يمشي للحبس يمشي، اللي بغى يموت يموت، اللي بغات ليه شي حاجه يديروها معنا. حنا ما صافي، ما تلينا خايفين، ما تلا ما نديروا هادشي. لا طلع والمواطن راه ما راعوا ليه هاد الناس. راه حتى انا مواطن، اش غندير ليه؟ راه انا حتى انا مواطن، راه واكل العصا. وهذاك المواطن واكل العصا في كل شيء، في الغلاء، في كل شيء. والزيت 440 ولا 460 لتر، زائد السكر حتى هو قال لك راه غادي يزيدوا فيه، واخا ما زادوا فيه، زائد شي حوايج اخرين، مال الخضره، اللحمات اللي ياكلوا كاع المسكين ما كياكلوش. الا شي شرى شي رابعه ديال الدجاج راه ما يقولها حتى واحد. مال اللحمات اللي ياكلوا المسكين. هاد الناس راه تعداو على هاد الشعب وفقروه، وهما كيتزادهم غنى في غنى. هاد الناس راه ماشي معقول هادشي اللي كيديروا، ماشي هو هذا.